دوليا، انطلقت أمس في العاصمة البحرينية المنامة ورشة القرن التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج لمنح استثمارات في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤتمر رفض الجانب الفلسطيني المشاركة فيه. التفاصيل في هذا التقرير. عرفت إعلاميا بصفقة القرن، الأنظار وجهت نحو العاصمة البحرينية المنامة والمؤتمر المثير للجدل الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل خليجي فاق 70%، مؤتمر رفضته بعض الدول العربية وشاركت فيه دول أخرى على شاكلة مصر الأردن والمغرب. الشق الاقتصادي من الصفقة، يتحدثون عن حوالي 50 مليار سيتم ضخها في مشاريع تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل إلى الأردن ومصر على مدى 10 سنوات. من خلال هذه الورشة، هي توطئة لإعلان عن تفاصيل صفقة القرن المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل. في ظل موجة من الغضب بالأراضي الفلسطينية، قاطع الفلسطينيون المؤتمر الذي ينحاز لأمريكا وإسرائيل والذي يركز على الجوانب الاقتصادية ويغيب قيام دولة فلسطين. ما يحدث اليوم هو، اتركني أقول بأنه هي محاولة لتبييض جرائم سياسية واقتصادية لصالح الكيان الصهيوني على ضد مصالح وقضية الشعب الفلسطيني. يغيب الوسيط النزيه حسب الفلسطينيين، صفقة على مقاس إسرائيل يروج لها سهر دونالد ترامب كوشنر بتمويل خليجي لورشة تنعتها الشعوب العربية بورشة العار.